ريهام تعالي نلعب لعبه. قولي يعني نلعب. يلا نلعب. تعالي نلعب لعبه. اوكي. اجب على الاتي. اوكي. او اختار. اختار. عارفه بتبتصر ويا عم اختار. اختار. لو انا مضطهده في البيت او في تفرقه ما بيني وما بين اخواتي او بتضرب او عايزه اتعلم او يعني عندي حوار. أوكي. ماشي ماشي. رتبيهم. ها. هل اكلم امي وابويا الاول؟ اوكي. ولا اكلم حد امي وابويا بيثقوا فيهم؟ ولا اثبت اخويا او اختي واكسبهم في صفي؟ اوكي. ولا ابتدي اجيب هدايا وحاجات وبتاع؟ ولا اقلد اخواتي بطباعهم؟ يعني لو انا هاديه ابتدي ابقى هايبر، لو انا هايبر، لو انا يعني هوبش ابتدي اهدى اعيط اتمسكن زي اخواتي. اوكي. او اضرب الطعم برضو. طيب اول حاجه فهي هتقعد مع نفسها الاول وتشوف ايه اخواتها بيعملوه حلو وايه اخواتها هي بيعملوه وحش. حلو. وتبدا تفلتر الموضوع، تبدا تشوف كده، طب انا عندي ده مثلا كويس وعندي ده وحش، وايه الميزه ان هي تحسن علاقتها باهلها، وايه الضرر في ده، هيعود عليها ميزه بايه وضرر في ايه. اوكي. اوكي. في جزء اكيد هتلاقيه ان هي هتشتغل على نفسها فيه، ممكن تكون طريقتها وحشه، ممكن تكون على طول بتاخد جنب، الكلام ده كله. وفي جزء تاني هتلاقيه عند اهلها، تروح لصاحب المشكله على طول لو هتقدر تتواصل معاه صح. اوكي. ماشي. يعني هتقدر تفتح معاه كلام صح. طيب مش هعرف افتح معاه كلام صح، هجيب حد يسندني. حلو. حد يسندني دي واروح بيه. حلوه دي. يعني ايه؟ لو بابايا يجيب عمي مثلا. مثلا. لو امي اجيب خالتي. عشان يسكته يسمعني بس. ماشي. اوكي. اوكي. وابدا بقى اتكلم معاه. بس اول حاجه في الكلام مهم جدا، الناس ما تخشش باللوم، يعني ما اجيش الومك على طول انا زعلانه منك عشان انت عملت كذا كذا. لا، ابدا الاول اقول لك يعني انا بحبك وعايزه احسن علاقتي بيك. وانت بابايا حبيبي. وانت بابايا، والكلام اللي هو اعمله زي اديله، يعني اطلع المشاعر اللي جوايا اللي انا عايزاك، ان انا محتاجاك. وبعد كده بقى اصل انا متضايقه من كذا 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 ومتوقعه ان انت تعاملني بالشكل الفلاني. المشاعر يعني بتسيطر على اي حد، لو هو اوريدي يعني حابب اللي قدامه هيسمعك. انت قصدك تقولي ان انا لا، يعني انا لو كبنت ابتدي لو انا عندي مشكله مع ابويا او عندي مشكله مع امي ابتدي اديهم مشاعر او اخش لهم من مدخل المشاعر فاعرف القط اول الخيط بس، وبعدين اقول لهم ايه انا طب هنفترض انا عملت كده ومفيش حاجه حصلت، يعني بتضرب مثلا انا دلوقتي ابويا مثلا بيضربني. اوكي. طيب اتخضت وعم الحاج انت حبيبي انت ابويا ليه كده وانا بنوتك وانت عسل وانا كبرت بقيت شحطه قدك وبتاع، وهو قال لي خلاص يا بنتي وانا اسف والناس بسوا بعض وحضنوا بعض وعيله سعيده. ماشي. جه بعد اول غلطه راح زيو مديني. انا اعمل ايه؟ اكرر نفس حاجه تاني ولا ادخل بقى دخل حد بقى؟ ممكن هو اصلا ما عندوش، يعني ما عندوش سياسه حل مشاكل. في ناس على فكره ما عندهاش ثقافه حل مشاكل اصلا، ودول كتير جدا يعني. فبيستخدم الزعيق والضرب واللطش، ده انا كده بحل مشكلتي. اوكي. فهي ساعتها بقى اجيب ايه؟ جدي عمي اعمل هتشوف ايه؟ حد كبير بقى تجيبه يتكلم معاه، لو هو فعلا موضوع ضرب واهانه لحد يعني سيء لهذه الدرجه لازم هتجيب حد. بس هل هي تضمن الحد ده يسيطر عليه؟ صعب برضه، يعني صعب ان انا اضمن ان الحد ده هيحط له قواعد ان هو يسيطر عليه. في الاخر الموضوع بتاعه هو اللي بيعمله طول ما انا تحت ايديه. العيال الغلبانه دي تعمل يعني طول ما هو تحت ايديه مفيش، هي مش هي تحت ايديه، هي تبدا تشتغل على نفسها بقى انها تشتغل يبقى ليها حياتها. صح. بس مش تروح تتجوز. دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. بس انا ما قلتش حاجه. هي ما تهربش بجوازه يعني، مش رايحه تهرب بجوازه، لان ده بيبقى اسوء اختيار. اي نعم. بس انا ببقى عايزه اهرب من حاجه فبروح ادور على عكس القيم اللي انا عايشه فيها خالص، عكسها بالظبط. متخيله ان انا هطلع من الموضوع، مع ان انا بالعكس بقع اكتر، لان البني ادم بيختار عن خوف بيختار بمشاعر بس مش بحكمه.